والله فوق الناس كل البطولات، ولكني ألف تعبت مباراة النصر بصراحة. كذلك عنده موضوع يعني وجود الحكم الأجنبي، الحكم الأجنبي اليوم بلنتي مباشرة، يحسب بلنتي ما يبدل كثير ولا يروح مرة مرتين ثلاث. يعني أنا أوجه رسالة مباشرة بكل احترام وتقدير لماجد الشمراني، تعلم، ما في شيء إنك تتعلم من حكم أفضل منك.